طيب رجعنا لحضراتكم، دلوقتي نروح لاخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه. زي ما احنا متعودين هتكون معانا النهارده هنا ابو القاسم زميلتنا العزيزه جدا وموجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا طبعا بونجور عليكي، صباح الهنا. وخلينا نعرف منك اخر الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وزي ما عودناكم دايما هنقول لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بشباب كرة القدم مواليد 2005 واللي قدروا يحققوا فوز امبارح أمام فريق إمبي بنتيجة 3-1. مباراة كانت بتقام على ملاعب مدينة نصر. الحقيقة أن شباب 2005 عملوا مباراة كبيرة جدا وزي ما قلت قدروا يحققوا نتيجة إيجابية نتيجة 3-1، وده طبعا ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الجمهورية. أحرز بقى أهداف النادي الأهلي هدفين اللاعب يوسف عفيفي وهدف اللاعب معتز محمد، وبكده بقى يكونوا رفعوا عدد نقاطهم ل 53 نقطة عشان بقى يعززوا صدارتهم لجدول الترتيب. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى وبطولة جديدة بتضاف لدولاب بطولات النادي الأهلي بعد تتويج سيدات الباليه المائي بالنادي الأهلي ببطولة الجمهورية، طبعا بعد حصول بقى على المركز الأول في البطولة. يعني البطولة كان بيشارك فيها أكتر من 60 لاعبة من مختلف الأندية، لكن كالعادة بقى سيدات النادي الأهلي قدروا يحسموا البطولة لصالحهم. طبعا ببارك للباليه المائي بالنادي الأهلي وبتمنى لهم مزيد من التقدم. نروح بقى دلوقتي للعبة كرة الطايرة وسيدات كرة الطايرة فتيات الذهب بالنادي الأهلي. عندهم مباراة الساعة 12 الظهر، مباراة هتكون أمام فريق الصيد وبتقام في الأسكندرية بالتحديد على ملعب الاتحاد السكندري، ضمن بقى منافسات الجولة الثالثة من فاينلز بطولة الدوري. يعني طبعا هم حتى الآن ماشيين بخطة ثابتة جدا، قدروا في الويك أند يفوزوا على الشمس وأيضا فريق سموحة بنتيجة 3-0. إن شاء الله بقى كمان في مباراة النهاردة أمام الصيد يقدروا يحققوا نتيجة إيجابية. أما عن رجال الماسترز فالنهاردة بقى هيكون آخر استعداداتهم للبطولة العربية اللي خلاص هتنطلق غدا، ومواجهة رجال الماسترز الأولى في البطولة العربية هتكون أمام فريق النصر البحريني، هتكون غدا على صالة 2 باستاد القاهرة. يعني حابة بقى أقول لجماهير النادي الأهلي كلها يا ريت بقى تحضروا مباريات رجال الماسترز، يعني طبعا هم أكيد مستنيين دعمكم زي طبعا ما بتقدموه دايما. إن شاء الله بقى يعملوا بطولة كبيرة. يعني يمكن احنا كمان اطمننا على الماسترز بطولة كاس السوبر المصري، كانت خير إعداد للبطولة العربية. طبعا هم عندهم هدف واحد وهو التتويج بالبطولة، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أما عن شباب الطايرة 19 سنة فقدروا أيضا يوم الخميس الماضي حققوا فوز على فريق باتروجيت بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. يعني هم أيضا حتى الآن ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة الجمهورية، بيحققوا نتائج إيجابية في كل المباريات. إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء. أخيرا بقى نروح للعبة كرة اليد وسيدات كرة اليد في الصدارة بدون خسارة في ختام الدور الأول من المرحلة الثانية من بطولة الدوري. يعني هما ماشيين بخطة ثابتة جدا، قدروا يفوزوا ويتعادلوا في جميع المباريات بدون أي هزيمة. يعني شفنا في الويك أند إن هما قدروا يفوزوا على فريق الطيران بالتحديد أمس بنتيجة 26-22، وتعادلوا يوم الجمعة مع سموحة بنتيجة 24-24. لكن شفناهم طبعا بيقدموا مباريات كبيرة جدا، ماشيين بخطة ثابتة جدا، إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء. مباراتهم القادمة في الدور الثاني من المرحلة الثانية من بطولة الدوري هتكون يوم 8 مارس القادم أمام فريق المعازي، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أما عن رجال كرة اليد فأيضا كان عندهم مباراتين في الويك أند، قدروا يفوزوا في المباراتين أمام فريق سبورتينج بنتيجة 27-26، وأيضا أمام فريق البنك الأهلي بنتيجة 30-26. المباراة القادمة ليهم بقى إن شاء الله هتكون يوم الخميس القادم، وهتكون أمام فريق الزمالك، طبعا بيستعد لها بشكل قوي جدا. يعني زي ما احنا عارفين انه الديربي بين الاهلي والزمالك في كره اليد رجال بيكون قوي جدا، ان شاء الله بقى يكون من نصيب رجال النادي الاهلي ونكون بنحتفل في 10 الصبح في الاهلي. يعني انا هوندي ويا كريم دي كانت ابرز اخبارنا في فقره اخبار النادي الاهلي النهارده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا معاكم لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. نشكرك يا هنا على التغطيه الرائعه كالعاده، شكرا ليكي.